شنو هو مفهوم أنماط التعلم؟ شنو كان قصده بها؟ شكرا أختي فوزية. أولا علاش احنا تطرقنا لهذا الموضوع اليوم؟ هو موضوع من المواضيع اللي مهمة بزاف والتي خرجت الأسر حتى هي تكون عندها إلمام بهذا الموضوع، على اعتبار أنها الآن راهي في الحجر الصحي وكتمارس مهمة التدريس بشراكة مع الأساتذة. إذا فالأب أو الأم وحتى الأساتذة خصهم يكونوا كيعرفوا مع من كنتعاملوا، يعني طبيعة الحال كل طفل عنده خصوصياته، كل تلميذ عنده خصوصياته، كل طفل عنده نمط تعلمي معين. ماذا نقصد بنمط معين أو أنماط تعلم؟ إحنا كنعرفوا بأن في أنماط تعلم ماشي هو نسبة الذكاء هالطفل شحال فيفهم، شحال نسبة الذكاء ديالو، ولكن هالطفل كيف يجب أن يتعلم، الطريقة كيف يجب أن نعلمه بواحد الشكل اللي هو عنده فاعلية واللي هي ماشي بالضرورة نفس الطريقة اللي كندير مع الأخ ديالو هي اللي كندير معه هو. علاش؟ لأننا إحنا من كنعرفوا نمط التعلم فهذا كيعطينا واحد تفسير علاش بعض الأطفال كيتعلموا مثلا وهما صغار الحروف من كيكونوا كنطقوهم، وعلاش الاخرين كيتعلموهم وهما كيلعبوا، وعلاش الاخرين كيتعلموهم وهما كيسمعوهم على شكل اغنيه. اذا هنا خصنا نطرحوا سؤال، اذا علاش وليداتنا كيختلف عندهم نوعيه او نمط التعلم من واحد الى اخر؟ اذا وفاش كيساعدنا اننا نعرفوا نمط التعلم ديال وليداتنا؟ كيساعدنا واحد شيء مهم بزاف، هو كيف نعلم التلميذ بشكل اكثر فاعليه. يكونوا قرب أكثر منه وما يكونش لك الشد ولا يشد لينقطع لك، كيف كنقولوا بالدارجة كنفهموا النمط ديالو طريقة التعلم ديالو، بالتالي كيسهل علينا التواصل معه والتدريس ديالو. بالنسبة للأنواع سميرة، أنواع أنماط التعلم، نعم، إذا نتكلموا هما ثلاثة ديال الأنواع، نتكلموا على أول نوع. طبيعة الحال هي أنماط التعلم عندها واحد الأهمية قصوى. فاش كتفيدنا أول قبل ما نعرفوا كتفيدنا، والأهمية ديالها هو أنها كتعطينا تجويد المنتوج. يعني إحنا كنقضيو معاه واحد ساعة أو ساعة ونص نقول وأنا ساعة وأنا ساعة ونص كنشرح له في هاد الطرف وما فهموش، أو ساعة وأنا ساعة ونص كنشرح له في هاد النظرية أو في هاد الفكرة وما فهموش. إذا واش هو وبعض الأحيان تقول الآباء لولاداتهم أنت مكلخ أنت ما تتفهمش أنت نو. إذا هنا خصنا الله يخليكم ندير واحد الوقفة ونقول علاش ولدي ما كيتعلمش. هذه المعرفه ديال اهميه انماط التعلم راه كتساعدنا حنا كاساتذه على اننا كنيسروا لوليداتنا طرق التعلم، وكنعلمهم بواحد الطريقه اللي المعلومه كتدوز بواحد الشكل سلس. لا سيما وحنا كنعرفوا بان انماط التعلم او يعني نمط التعلم ديال الوليدات راه كينقسم في المجمل ديالو ثلاث انواع. عندنا الوليدات اللي هما عندهم نمط بصري، وعندنا الوليدات اللي عندهم نمط سمعي، وعندنا الوليدات اللي عندهم نمط حسي حركي حسي. إذا هنا واحد السؤال تيقول لي وأنا ولدي عرفتو راه بصري، واش غير بصري؟ لا، مثل نقول أنا نوع ولدي بصري معنى أن احنا كنا عندنا يعني عندنا نمط تعلم حسي سمعي وبصري، ولكن شنو هو النمط اللي عندنا أكثر غالب اللي غالب عليا أكثر أنا في شخصيتي؟ هنا هذاك اللي عندك النمط الغالب عليا راه منه هو المفتاح ديالي ملي كندخل نعلم ولدي. فإذا خديت مثلا النوع البصري باش كنعرف ولدي راه بصري، كنعرف ولدي راه بصري باش هذا النوع اولا كيركزوا على واحد المساله مهمه، هو انه تيقول لك دائما تقول لك ملي كنت كيتكلم معاك كنلاحظ واحد الملاحظه اللي هو شو يقول لك اجي نشوف دعني ارى، او تقول لك ما شفتش خصني نشوف بلاتي حتى نشوف. وهاد الادوات هادو كيركزوا بزاف على الملاحظه اللي كتكون كتضمن صور وكتضمن رسوم تطبيقيه ورسوم بيانيه، كيشوفوا المعروضات كصور، كيشوفوا الافلام، كيستعملوا واحد الرصيد معين اللي كيقربك نتايا. وهاد الوليدات عندهم واحد القدره سبحان الله على انجاز الاوامر والمهمات اللي كتنسب ليهم اللي كتكون مكتوبه بشكل مكتوب، يعني التعليمه مكتوبه، السؤال مكتوب، كيمشيو هاد الوليدات مع هاد النوع وكيتعلموا بواحد السرعه يعني سريعه جدا. وهنا نبغي نذكر انه كاين يعني واحد الخاصيه لهاد الوليدات، وانهم كيوظفوا هاد النوع ديال النمط ديالهم بشكل كبير، انهم تكون عندهم واحد التصور كبير للعالم الفضائي، وتكون عندهم
واحد سبحان الله واحد القدره على على التخيل وعلى الابداع. هما اللي تيمشيو للرسم كتلقى رسومات كثيره. انا هما اللي كيمشيو للفنون وكيمشيو للعلوم وكيكون عندهم واحد الميول مثلا باش كيصبح رسام او فنان نحات او مهندس معماري او بعض العلوم الاخرى مثلا. وهنا يمكن لي نذكرنا يعني من بعد يعني بعض المشاهير اللي هما كانوا بصريين وصدفت لهم هالطاقه مثل مثلا ليوناردو دافنشي مثل بيكاسو. يعني هاد الناس هادو نمط التعلم ديالهم كان بصري ولقاو الناس اللي وجههم او ساعدوهم انهم يوجهوا نفسهم انهم يلقاو نفسهم في هاد الميولات اللي كتنطبق على النمط التعلمي ديالو. الا بغينا نمشيو مثلا للنوع الثاني اللي هو السمعي، الاطفال اللي هما سمعيين شنو هو الخصائص ديال هاد الوليدات. هاد الوليدات هادو كتكون عندهم واحد القدره كبيره على استيعاب الحكايات. مثلا حنا كنا زمان حكايات جداتي ولا الامهات ديالنا كان كيحكيو لينا، وكتلقى هاد الوليد ملي كتسير الجدة ديالو او الام ديالو كيحكي لك الحكايه كما انزلت يعني بتفاصيلها. وهو اللي كيحكوا لنا اليوم مسلسلات اللي كيتفرجوا فيهم او الفيلم اللي كيتفرجوا فيهم كيحكي لك. وهذا في اوروبا ما كيمتازوا بواحد النسب واحد نقولوا التركيز، كيكونوا تيركزوا كثير. هاد القوه في التركيز في الاشياء كتكون عندهم نسبه تركيز اعلى، ولكن نعم كتكون عندهم نسبة تركيز أعلى. وكنلقاو بأن هاد الوليدات أيضا إلا بغينا نساعدوهم في التعلم تيخصنا نركزو على معهم في الاستماع مناقشة واحد الموضوع معين.